مرحب بكم من جديد. يمكن كلنا نفتكر عاصر هذه اللحظات، أحداث 11 من سبتمبر، طيارتين اللي دخلوا في برجين في الولايات المتحدة الأمريكية، وللأسف اللي تبنى هذه العملية هم من ينتمون إلى الإسلام، تنظيم القاعدة. من ساعة هذا الوقت بدأت اتهامات تلصق بالإسلام وبالمسلمين بالإرهاب وبتبني الفكر المتطرف. يمكن الشيء بالشيء يذكر، مصر أيضا بتقوم في هذه الأونة بحرب شريفة ضد الجماعات، تلك الجماعات المتطرفة، حرب بيقوم بها أبناء القوات المسلحة وأبناء الشرطة المصرية. طبعا في الطريق كده طلعت نظريات، نظرية تصادم الحضارات ونهاية العالم و ما تحمله الحضارة الإسلامية والعداء الذي الحرب الشرسة التي تم شنها على الإسلام وما يعرف بين هلالين الإسلاموفوبيا. في المقابل كان في مجهودات، ومن ضمن هذه المجهودات ما تقوم به رابطة العالم الإسلامي في التواصل بين الحضارات، توصيل مفهوم التسامح وصحيح الدين الإسلامي. رابطة العالم الإسلامي في هذه الأثناء بتتبنى، بتعقد مؤتمرها العالمي الدولي في نسخته الثانية بمدينة نيويورك، والخاص بالتواصل الحضاري مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإن شاء الله هيكون فضيلة مفتي الديار المصرية سيشرف هذا المؤتمر وهيكون الكلمة الرئيسية لفضيلة مفتي الديار المصرية. حول هذا المؤتمر، أهميته، كيف يمكن أن نتواصل مع الآخر، كيف يمكن أن يكون هناك حوار وليس حوار مبني على العقلانية، مبني على إيصال مفهوم وصحيح الدين الإسلامي وليس ما يقال في المقابل حوار الطرشان. خلينا نتكلم ومزيد من التفاصيل مع الدكتور محمد العربي، عضو الرابطة العالمية للأزهر الشريف. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا وسهلا بكم. طيب، يعني خلينا في البداية كده نشوف بعض البيانات الخاصة بهذا المؤتمر العالمي، التواصل الحضاري مع الولايات المتحدة الأمريكية اللي زي ما قلت بتنظمه رابطة العالم الإسلامي. مرحبا بكم مرة تانية. نبدأ حوارنا مع دكتور محمد عربي. دكتور، يعني بنتكلم النسخة الثانية من هذا المؤتمر، إيه الجديد اللي بيحمله هذا العام؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدي وحبيب قلبي سيدي محمد بن عبد الله عليه وعلى من والاه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. في البداية وأنا أتحدث عن التواصل الحضاري بين الإسلام والولايات المتحدة الأمريكية التي يعني يقام على أرضها مؤتمر لرابطة العالم الإسلامي، فإنني أهنئ الأمة المصرية والأمة العربية والأمة الإسلامية بهذه المناسبة السعيدة التي هي أيضا سبب للتواصل بين الماضي والحاضر واستلهام المستقبل، ألا وهي انتصارنا في 6 أكتوبر سنة 73. كل عام وحضرتك بخير. الله يحييك بخير. هذا المؤتمر يأتي برعاية رابطة العالم الإسلامي، وكلنا يعلم أنها منظمة إسلامية عالمية جامعة. هذه المنظمة تعمل وتقوم على الدعوة إلى الإسلام ونشر مفاهيمه الصحيحة الوسطية من خلال المبادئ التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية. ما يحمله هذا المؤتمر من أهدافه أو في أهدافه وبين جوانبه إيصال المفهوم التسامحي الوسطي
الإسلامي إلى الآخر. لأنه في أغلب الأحيان عندما نتحدث فإنما نتحدث إلى أنفسنا ولا نتحدث إلى الآخر، ومن ثم يجب أن تكون هناك لغة مشتركة وحوار متواصل مع الآخر لإيصال هذه المفاهيم المتعددة التي يزدهر بها ديننا الحنيف، وإن كان الآخر لا يعرفها ومن ثم لا يعترف بها. فيأتي هذا التواصل الحضري لتأكيد هذه المفاهيم وإبراز هذه المفاهيم المتعددة التي تحدث من قبل عنها الفقهاء لكننا أغفلناها لوقت من الأوقات، ومن ثم سمح لبعض العناصر أن تتحدث وأن تنسب إلى نفسها أفكارا تستغل مظلة الإسلام، والإسلام بعيد عنها كل البعد. صحيح. يمكن كنا بنتكلم من شوية مع حضرتك في المقدمة عن أحداث 11 من سبتمبر، كيف ترى حجم التحديات التي تواجه إيصال مفهوم صحيح الدين الإسلامي؟ يعني من خلال كلمة التواصل الحضاري، مفهوم التواصل الحضاري، التواصل الحضاري له أساس في الإسلام وله أساس في القرآن. وعندما نتحدث عن الإسلام نتحدث عن نصوص مقدسة ونصوص ثابتة تأتي في القرآن في حديث الله سبحانه وتعالى عن التواصل الحضاري بين كل الناس في آية. هذه الآية بالمناسبة هي أساس وسند رئيس لقانون العلاقات الدولية، لما قال الله سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فهذه الآية تتحدث إلى كل الناس، وهذه الآية أيضا يعني اشتق منها واستنبط منها هذه التكوينات الإقليمية والتكوينات الدولية المتعددة. أيضا نجد في العلاقة بين الإسلام والولايات المتحدة أن أول ملك وحاكم ورئيس يعترف بالولايات المتحدة وبرئيسها آنذاك كان ملك المغرب. لما أنشئت الولايات المتحدة كان أول من يعترف بالولايات المتحدة كان الملك المغربي آنذاك. عندما نتحدث أيضا عن التواصل الحضاري وهذا المفهوم الزاخر في أدبياتنا الإسلامية، فإننا نؤكد أن الاختلاف الثقافي بين الإسلام أو الاختلاف الفكري بين بعض المبادئ والمفاهيم الإسلامية وبين الآخر لا يؤدي إلى صراع وتنازع في الحضارات كما تحدثت حضرتك في البداية. طب هل فندم التواصل مع 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 الجانب الآخر مع الغرب مع الأمريكان، هل بنكلمه عن يعني بطريقة مباشرة عن صحيح الدين الإسلامي وده بيكون ليه أثر، ولا في طريقة مختلفة بنتكلم فيها؟ عايزين نوصل الرسالة، يعني عايزين نبقى النتيجة من القعدة ديت إن اللي قاعد معايا قدرنا فعلا نغار مفهومه عن الإسلام. لو عنده مفهوم خاطئ إرهاب ما إلى ذلك، إحنا من القعدة قدرنا نغير مفهومه. هل بنكلمه بما جاء في صحيح من القرآن والسنة وما إلى ذلك، ولا يكون في لغة مختلفة بنتكلم فيها؟ إحنا عندنا في آية قرآنية يقول الله سبحانه وتعالى فيها: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الأمة يعني جماعة من العلماء الأثبات الثقات يتحدثون بلغات الآخر، وهذا فرض عين على كل يعني عالم وعلى كل فقيه يؤهل لهذه المهمة الشاقة أن يتحدث إلى الآخر بلغته، لا يجعله هو الذي يبحث في أدبياتنا بلغتنا نحن فنجهده ونشقق عليه، ولكن نتحدث نحن إلى العالم بلغات متعددة. ومن ثم وجدنا هذه الفعاليات الكثيرة والمختلفة من خلال رابطة العالم الإسلامي، مجلس حكماء المسلمين، المنظمة العالمية للأزهر الشريف، هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية. كل هذه الفعاليات وهذه الهيئات المتعددة تتحدث إلى الآخر بلغاته المختلفة، تعكس جانبا ولونا من التواصل الحضري بين الإسلام وبين الآخر. وبالمناسبة الإسلام لم يأتي ليكون الديانة العالمية الوحيدة في العالم أو في الدنيا كلها، والله سبحانه وتعالى هو الذي قال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. فالله سبحانه وتعالى تحدث عن الاختلاف الفكري والاختلاف الأيديولوجي والاختلاف العقائدي في هذه الآيات المتعددة، ومن ثم استلهمنا منها ضرورة التواصل الحضاري. صحيح. يمكن الشيء بالشيء يذكر أن المؤتمر هيشهد حضور من وفود من 60 دولة، هيكون في باحثين مفكرين، بل أيضا هيكون في حوار بين طلبة من المسلمين وطلبة من الجانب الأمريكي للحديث عن الإسلام وجهود الإسلام وكيف هي المبادئ السمحة للدين الإسلامي. أيضا هناك مجهودات بيقوم بها فضيلة الإمام الأكبر ودار الإفتاء المصرية للتواصل مع الآخر. يعني إلى أي مدى باللغات المتعددة؟ صحيح.
يعني لا الزيارات حتى يمكن حضور فضيله الامام الاكبر بيكون حضوره بيتم استقباله استقبال غير عادي نعم. في الدول التي يقوم بالزياره اليها وبيتم دعوته دعوه رسميه. الى اي مدى هذه يعني فضيله الامام ودار الافتاء المصريه الى اي مدى ممكن ان تساهم هذه الجهود في تصحيح المفاهيم الخاطئه عن الدين الاسلامي؟ احنا عندنا تقوم دار الافتاء المصريه بدور عظيم يؤكد ريادة للمؤسسات الدينية في مصر، سواء دار الإفتاء أو الأزهر الشريف. من هذه الأدوار الفعالة التي تقوم بها دار الإفتاء المصرية المنصة الإلكترونية للإفتاء التي أطلقتها دار الإفتاء المصرية بلغات العالم المتعددة، يعني تستقبل الفتاوى باللغات المختلفة وتجيب على هذه الفتاوى من خلال المنصة الإلكترونية. ومعلوم أن العالم التقني والعالم الإلكتروني حاليا عالم تستطيع أن تقيم من خلاله مؤتمرات عالمية وأنت في بيتك تتواصل مع كل الأطياف وكل الأجناس وكل اللغات وكل الديانات والعقائد وأنت في بيتك. أيضا أطلقت دار الإفتاء المصرية مجلة إلكترونية إفتائية تسمى مسلم بوند. هذه المجلة تهدف إلى إيصال المفهوم الوسطي الصحيح إلى كل مهتم وكل باحث عن الإسلام وعن حقيقته. أيضا التكوين الفقهي لمن يتولى منصة الإفتاء ومسؤولية الإفتاء. صحيح، ودار الإفتاء كان برضو أصدرت مجلة إلكترونية بترد على المجلة اللي كان أصدرها تنظيم داعش، بترد على كل المفاهيم الخاطئة وبتتصدى لكل مثل هذه الأفكار، وهذا يجسد دور دار الإفتاء المصيرية. صحيح صحيح، وأيضا يعني يجسد مفهوم تجديد الخطاب الديني وكيف نتناول هذا المفهوم. يعني تجديد الخطاب الديني ليس بدعة وليس يعني مصطلحا أنشأناه نحن في هذه السنوات الأخيرة. هذا المصطلح يعني لاقى استحسانا كبيرا خاصة يعني من رأس الدولة سيادة الرئيس السيسي لما تحدث عنه في أكثر من مناسبة دينية، ونبه على ضرورة قيام المؤسسة الدينية الرسمية في مصر بدورها في حيال هذا الموضوع بالغ الخطورة، لأننا عندنا أصول ثابتة تحثنا على تجديد الخطاب الديني انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس 100 سنة كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وأيضا الحديث يعني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث بالمناسبة يخطئ الكثيرون في فهمه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث فحواه ومضمونه وجوب الاجتهاد ووجوب إسقاط روح الأحكام الفقهية على النوازل، لأن الأحكام متجددة ولا يعقل بحال من الأحوال أن نستقي فتاوى من أكثر من 7 قرون ونسقطها على واقعنا الحالي. لو هي على واقعنا الحالي تمشي ما فيش مشاكل، بس هل إلى أي مدى الجهود وصلت في موضوع تجديد الخطاب الديني ده؟ يعني موضوع عنوان كبير أوي. نعم يعني إن بداية المجهودات تنطلق من التأكيد على التفرقة بين الخطاب الديني وبين الوحي السماوي، لأن هناك خلط كبير بين المفهومين الخطاب الديني والوحي السماوي. الخطاب الديني يعتمد في أساسه على الوحي السماوي المنزل، وأيضا مكونات الخطاب الديني تعتمد على عقلية الداعية وعقلية الفقيه وعقلية المفتي، فلا بد أن تكون هناك شروط وضوابط للتعامل مع هذه النصوص السماوية. والخطاب الديني هو اجتهاد بشري قد يخطئ وقد يصيب، ومن ثم نجد هذا التجديد المتواصل على مدى تاريخ الأمة كلها، وتحدث الفقهاء من قبل عن التجديد وضرورة التجديد بداية من صاحب الإحياء الإمام الغزالي وهو الفقيه الشافعي في كتابه إحياء علوم الدين، ومهد لفكرة التجديد تجديد الخطاب الديني بحديثه عن قضية ومفهوم العلم والتعلم، لأنها أساس رئيس للحديث عن تجديد الخطاب الديني. هو الدين الإسلامي والقرآن الكريم يعني هو لكل العصور ولكل الأزمنة، وحتى هذه اللحظة اللي عايز حاجة بيرجع للقرآن بيرجع للسنة بيلاقيها موجودة. يعني بمناسبة هذا الكلام الحقائق العلمية في القرآن بالضبط. أنا أقول الحقائق وليس النظريات حتى لا يفهم البعض هذا الكلام خطأ. القرآن يتعامل مع حقائق علمية، أما النظريات قد تخطئ وقد تصيب لأنها نسبية، فهو متجدد لوحده. نعم نعم، تحدث عن الذرة وتحدث عن ما إذا. خلينا نرجع للسياق بتاعنا. يعني مما لا شك فيه ان التطرف الديني والفكري هو سياق شاذ، يمكن اخر الاحصائيات تحدثت ان النسبه دي موجوده في العالم الاسلامي لا تتجاوز وفق اخر الاحصائيات ودي احصائيات تقديريه سوى 1 من 200,000 نسمه.
سؤالي إلى أي مدى يمكن أن تحض أو تقوم الجهود سواء الجهود الأمنية الجهود الفكرية في تقليل هذه النسبة؟ أنا هستقي من حضرتك الإحصائية اللي ذكرتها مباشرة عن نسبة العنف أو نسبة التطرف، وهذه إحصائية مماثلة تؤكد أن الإسلام لم يحث يوم من الأيام على العنف، والإسلام لم يدعو يوما من الأيام على التطرف وعلى نبذ الآخر. احنا عندنا غزوات النبي صلى الله عليه وسلم 27 غزوة في 10 سنوات، 27 غزوة في 10 سنوات. لما بحثنا في هذه الغزوات وجدنا عدد الشهداء 262 شهيد، 27 غزوة موقعة قتالية في 10 سنوات، وعدد القتلى 1022 قتيل، المجموع 1284 شهيد وقتيل. هذه النسبة بالنسبة للجيوش المتقاتلة تمثل 1% فقط، يعني زي ما حضرتك تحدثت قلت 1%، وهذه النسبة أيضا تمثل 1%. لكن لو أسقطنا قضية السلام وقضية التطرف وقضية العنف والإرهاب على حرب من الحروب الحديثة التي شهدها الواقع المعاصر منذ أكثر من 60 سنة، الحرب العالمية الثانية، وجدنا أن الحرب العالمية الثانية عدد الجيوش المتقاتلة فيها بلغ 15 مليون جندي، وعدد القتلى في هذه الحرب التي لم يكن الإسلام طرفا فيها ولم تكن دولة إسلامية طرفا فيها، عدد القتلى 50 مليون، يعني بعملية إحصائية بسيطة عدد القتلى يمثل 350% بالنسبة للجيوش المتقاتلة، وأتحدث أيضا في المقابل عن 1% في 10 سنوات فقط. وثم يتهم الإسلام بعد ذلك بالعنف والإرهاب والتطرف، هذا يؤكد أن النظرة التي تتهم الإسلام بهذه المفاهيم السيئة هي نظرة قاصرة. وأيضا لابد أن نشحذ الهمم في إيصال هذه المفاهيم السلمية التسامحية إلى العالم كله. أعتقد ده بقى هو الغرب بيستخدم آلته الإعلامية الكبيرة ديت عشان إسقاطاته بقى عن الإسلام، إسقاطاته عن، مش هتكلم كمان عن كل الإعلامية الغربية. حضرتك إلى أي مدى بتقيم الأداء الإعلام العربي في خلال الفترة الأخيرة بالأخص في التعامل مع هذه الظاهرة، ظاهرة الإسلاموفوبيا؟ يعني هو له محاسن وله مساوئ، ولكن يعني ما يسيء الأمر أن يخرج كثير من غير المتخصصين ويتحدثون عن الإسلام وعن جوهره وعن عمقه وعن بعض تعاليمه ومفاهيمه، وهم لا يدركون يعني عمق المفاهيم الإسلامية، لا يدركون سعة هذه المفاهيم أو سعة هذه التعاليم. الإسلام الذي تعايش مع الآخر، والإسلام الذي لم يتنزل فيه تشريع واحد على مدى 10 سنوات، وإنما تنزلت آيات تحث على الأخلاق والتعامل الأخلاقي مع كل الأطياف على مدى 10 سنوات. والمتأمل في الحضارة الإسلامية يجد أن هذه الحضارة شهدت يعني أزهى أيامها على الإطلاق في تعامل الإسلام مع الآخر، وليست هذه شهادتي بل هي شهادات المستشرقين المنصفين، بداية من آدم ميتس في كتابه الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، أيضا توماس كارليل في كتابه البطولة وعبادة الأبطال، جوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب، كل هؤلاء يشهدون للإسلام ونبذه للعنف والتطرف، ويؤكدون سماحة الإسلام وسعيه للتعامل مع الآخر بل والتعارف على الآخر وتوثيق هذه العلاقة التي لا تتم إلا بالتعارف الكامل معه. أعتقد ده بيلقي مسؤولية كبيرة على المراكز الإسلامية البحثية الموجودة. نعم. بالتأكيد أن هي توصل بقى المعلومات دي، المعلومات موجودة بلغاته المختلفة بالتأكيد طبعا. نعم. ولتكن منكم أمة. نعم. أستاذ حضرتك يعني نتكلم على المؤتمر في السياق دوت، ونقول للمشاهدين بعض من المحاور الهامة اللي هيناقشها المؤتمر خلال يومين. يعني ممكن محور هام الانقسام الحضاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الإسلامي، الواقع والتطلعات، الانقسام الإسلامي في تعزيز السلام العالمي، المسلمون في الولايات المتحدة الأمريكية، الاندماج والمواطنة، الاتجاهات الفكرية في توظيف الحريات الدينية. خلينا نقف عند النقطة دي يا دكتور. نعم. الحريات الاتجاهات الدينية. الفكرية في نعم. توظيف الحريات الدينية. نعم. يعني كما نقول أن الفكرة لا يقابل إلا بالفكرة. الله. ومن ثم وجدنا صحيح. هذه الحقائق ثابتة في الكتابات الأصولية السابقة، أصول الفقه عندما تحدث وتناول هذه المفاهيم أكد سعة الشريعة في استيعابها لكل فهم عقلاني مستقيم. الشريعة لا تعارض الفهم العقلاني السليم، وإنما هي تعززه وإنما هي تقويه. ووجدنا هذه المقولة أن الحق لا يناقض الحق،
بل إن الحق يقومه والحق يشهد له ويعززه أيضا. وجدنا هذه المفاهيم وسعتها وسعة استيعابها في الشريعة الإسلامية أيضا في كتابات الإمام الشاطبي، وتحديدا في كتابه الاعتصام الذي يحث على استعمال الروح العصر وروح الأحكام الفقهية في التعامل مع النوازل. النوازل اللي هي الأحكام المستحدثة، الوقائع المستحدثة عفوا، لأن كل جيل له وقائعه المستحدثة التي تخالف الوقائع التي حدثت من قبل. شيخ يعني الشيخ عبد الحليم محمود كان ليه كتابين موثقين عن الفتاوى، الواحد لو صايم ياخد حقنه ولا ما ياخدش، يعني لا المشايخ بيتعرضوا لمثل هذه الفتاوي. ودار الافتاء زي ما حضرتك قلت والازهر الشريف هناك جهود كبيره تبذل ولابد ان نذكرها في التعامل مع هذه والرد على هذه الفتاوي عشان يكون في منبر وسط معتدل. نعم هو ده تجديد. ويا سيدي انت تتحدث عن فضيله الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله عليه، وهناك من قبل من سبقوه بكثير وكثير. انا بتكلم على المثال القريب يعني يعني في كتابين لي مشهورين جدا بيتكلم عن الفتاوى اللي موجوده دلوقتي حاليا. نعم والفيلسوف يعني والفيلسوف والفقيه والعالم والنحوي والبليغ ابن رشد تحدث عن ذلك من قبل في كتابه تقرير المقال في الفصل ما بين الحكمة، في فصل ما بين الحكمة والشريعة من اتصال. ابن حجر العسقلاني أيضا تحدث عن وجوب التجديد، تجديد الخطاب الديني، وألف كتابا وأسماه يعني مكافأة الأمة لمن يجدد لها دينها. أيضا الفيلسوف والمفكر والفقيه الطاهر بن عاشور ألف كتابا موسوعيا عظيما في المقاصد، مقاصد الشريعة الإسلامية التي نعلم أنها خمسة. وجاء من بعده المفكر المغربي علال الفاسي وتحدث عن هذه المفاهيم وهذه القيم، وألف كتابا أيضا أسماه مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها. كل هذه الكتب وكل هذه المؤلفات وكل هذه الاجتهادات من الفقهاء والمفكرين السابقين توجب علينا أيضا أن نتعامل مع واقع زماننا ونستلهم من أحكام الشريعة الإسلامية بما يتناسب معه دون ما إخلال بالنص أو ثوابته. يا ريت يا دكتور يكون في مجهود حد من مشايخ الأزهر يقدر يبسط لغة هذه الكتب. بالمناسبة يعني عايز يعني فضيلة الدكتور قال لنا هوت على كم كتاب اللي عايز يتابع يعود إليها المراجع ديت، وأعتقد إن شاء الله تكون لغتها سهلة. دار الإفتاء أيضا لها موسوعة تسمى موسوعة المفتين، يعني علماء يتولون منصة الإفتاء، وتقوم دار الإفتاء المصرية بإصدار موسوعة تشتمل على كل آرائهم، والفتوى رأي وليست حكما قاطع. يعني قد تفتي حضرتك في فتوى برأي وأفتي برأي يخالف هذا الرأي، وهذا ليس حكما قاطعا أو حكما ثابتا، وإنما كل يدلي بدلوه استنباطا من اجتهاده. خلينا بقى يعني يمكن خلاص احنا قربنا نخلص حوارنا مع سيادتك، خلينا نتكلم بس عايز مثال بقى عن رابطة الأزهر العالمية اللي ايه الدور اللي بتقوم بيه. نعم. وعلى حضرتك قمتوا عملتوا ايه على الأرض، عملتوا ايه؟ نعم. يعني ندي مثال واقعي. احدث مثال. احدث مثال طيب ما تقوم به المنظمة العالمية للأزهر الشريف حاليا. وبدأ بالفعل يعني خلال هذا الأسبوع من تعليم الوافدين للغة العربية وللتفسير وعلوم القرآن، وكل هذا تحت رعاية الأزهر الشريف من خلال أساتذة في الجامع الأزهر. ربنا يوفقك يا دكتور. دكتور محمد العربي عضو الرابطة العالمية للأزهر الشريف، شرفتنا وشكرا جزيلا لك يا دكتور. شكر الله لكم. مستمرون معكم في هذا الصباح ولكن بعد هذه الجولة الاقتصادية.